الرحمة يا أبا عامر، الرحمة. نشدتك الله، أمن علي بدمي، وأنا أعاهد الله أن أكون أول من يبايع، ثم أعتزل الدنيا وأنقطع للعبادة، فلا يسمع لي أحد حسا ولا يرى لي وجها، وأنا أشهد الله أني أتوب وأتبرأ من عمل السقالبة الذين كانوا رسول الشيطان إلي. فالرحمة، الرحمة يا أبا عامر. اسمع، ماذا؟ أشفق عليه وأحس صدقه ويطلب إذني بالعفو عنه؟ ماذا جرى لعقله؟ أم خارت عزيمته وهو الذي كان يختال هنا؟ أما علم أن الرجل إذا دخل في مثل هذا العمل فإن أفسد رأي أن يرجع من نصفه قبل أن ينجزه بتمامه؟ فإذا رجع كان هلاكه المحتم؟ عد إليه فقل له: غررتنا بنفسك، فإما أن تنفذ الأمر أو فانصرف نرسل سواك. هو قال ذلك. أنفذ الأمر. مرحى 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 يا أبا عامر، تعال تعال استرح قليلا، فما زال أمامنا عمل كثير. تفضل تفضل استرح. أنا أعلم أن المغيرة كان صادقا في توسله، وكذلك أي رجل إذا رأى الموت أمامه لا يرجو في تلك الساعة إلا النجاة، فإذا ذهب عنه الخوف عاد يقلب الأمر، فينقلب الخوف إلى حقد، والحقد إلى نقمة، ثم لا يألو جهداً في إهلاك من روعه. أهلاً أبا عامر، تفضل. لا، فأمامنا جميعاً عمل كثير: دعوة أهل الخدمة لأخذ البيعة، ثم تجهيز الدفن لأمير المؤمنين. توصلتم مع الحاجب إلى الأمير المغيرة؟ نعم، فعلنا، غفر الله له. من؟ المغيرة. ذهبنا إليه، فلما علم أننا مرغمون على الذهاب إلى ابن أخيه هشام لأخذ البيعة، آثر أن يقتل نفسه على أن يفعل. لا حول ولا قوة إلا بالله. أمام الله لقد نصحت لك بقتل المصحفي ولم تسمع نصحي، والآن قد أوقعتنا في هذه الورطة، فكيف نخرج منها؟ وإن الجزع قد أذهلنا عما أرشدك الله إليه، فجزاك الله عن ابن مولانا خيرا، وعن دولتنا، وعن المسلمين. زلة مغفورة إن شاء الله. إذن على بركة الله لتجهيز أمير المؤمنين بعيد استكمال البيعة لمولانا هشام بن الحكم المؤيد بالله. لله ما أخذ ولله ما أعطى. إنا لله وإنا إليه راجعون. هوني عليك، وليكن عزاؤنا فيه أننا استنقذنا حق ولده وولدك من بين أسنان الذئب، وقد كاد يذهب به. قد كانت ليلة ثقيلة شديدة الوطأة، وكان الأمل يتأرجح فيها بالميزان بين أن يذهب إلى الأبد أو يستقر إلى الأبد، وقد كان الذي نريد، وإن كان الثمن فادحا. أنت منذ اليوم أم أمير المؤمنين هشام المؤيد بالله، السلطانة 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 حقا سيدتي. إني أبايعك يا أمير المؤمنين. إني أبايعك يا أمير المؤمنين. أبايع أمير المؤمنين على السمع والطاعة. لا حول ولا قوة إلا بالله. استفتحتم عهد هشام بسفك الدم؟ ذرني وحالي يا عمرو، فبنفسي من هذا الأمر ما لا أحتاج معه إلى مزيد. هذا أول دم أسفكه في حياتي، وأخشى أن لا يكون آخره، فإن الدم ينسل الدم، وقد يستثقل الرجل أوله ثم يألفه فيستهين به. قد عرفت ما جرى، فما كان بوسعي أن أتجنبه، ولو أبيت لأرسل المصحفي له غيري فقتله على كل حال، فلا أكون قد وفرت دمه ولا حفظت مكاني، ولكنت قد هدرت كل الذي عملت له وما أنوي عمله. ولكن المصحفي هو الذي أفسد علي الساعة التي ما زلت أنتظرها منذ قدمت قرطبة، هو الذي بدأ الدم وحملني عليه، ومن بدأ الدم رجع عليه، منه الأول وعليه الثاني. أبا عامر، أبا عامر، أدرك الناس يا أبا عامر. عامة قرطبة قد تطيروا بالعهد الجديد أن يبدأ بسفك الدم، ويوشك أن يقع شر كبير. صدق القائل: الخلق شهود الحق، ولا تجتمع الأمة على باطل. ألم يعلموا أن المغيرة قد جلب هذا على نفسه حين نكث عهد أخيه؟ ألم يعلموا أيضا أنه تواطأ مع الصقالبة وهم العدو الذي ما زالوا يستعظمون قبائحه ويرجون بواره والخلاص منه؟ ولكن لماذا أتساءل وأنا أحلف بالله أن الصقالبة أنفسهم هم الذين دسوا النبأ بين الناس بطريقتهم ليحرضوا علينا. فما أنت فاعل يا أبا عامر؟ نستعمل أصحابنا في العامة فينقلون للناس ما كان من أمر الصقالبة والمغيرة، وأنه لولا أن تداركنا الأمر بعون الله لكانت فتنة كبرى سالت فيها دماء كثيرة أكلت الأخضر واليابس. ثم فليخبروا الناس أن مقتل المغيرة كان بتدبير من المصحفي وأمره، أما التدابير الأخرى فأنا أتكفل بها. لا، ليس أبو عامر الذي يفعل تلك الفعل، بل كانت من تدابير المصحفي ورهته. وما أدرك أنت؟ أنا أعرف أبا عامر منذ كان يعمل هنا وما زالت لي به صلة، أليس كذلك يا طريف؟ وقتل المغيرة وإن كان قبيحا فقد جلبه على نفسه. ألم يوطئ الصقالبة على ابن أخيه؟ ومن هم الصقالبة؟ هل نسينا أم أنسينا؟ إذا كان الصقالبة أحق بالبطش فلماذا يقتل المغيرة ويترك أصل الشر؟ يا أهل قرطبة، هذا أمر مولانا أمير المؤمنين السامح للحكم المؤيد بالله بإسقاط ضريبة الزيت والزيتون، فلا تؤخذ منكم بعد الآن أبداً، فعز الله مولانا أمير المؤمنين. أرأيتم الآن؟ هذا والله من مسورة أبي عامر، فهو الذي وعدنا على مسمع من الناس بأن يعمل على إسقاطها حين يمكنه ذلك. الحمد لله الذي أخرج من بين ظهورنا من يطلب لنا حقوقنا ويسعى في صلاح أمرنا عند صاحب السلطان. قولوا آمين. آمين آمين، قولوا آمين آمين. أريحون من شرهم واستأصلوا شعبتهم. الصقالبة يا أبا عامر. نعم نعم الصقالبة. لكل أجل كتاب، فهل وجدتم ما وعدتكم به قبل الآن حقا؟ اللهم نعم، اللهم نعم، نعم نعم، اللهم نعم، نعم نعم، اللهم نعم. إذن اصبروا حتى يبلغ كتاب الصقالبة أجله، ولا أراه بعيدا، ولكن أعينوني بأنفسكم إذا دعوتكم للشهادة عليهم، ولا تنصتوا إلى الأراجيف التي يروجونها بينكم من خلال رجال منكم اصطنعوهم بالمال لا تعرفونهم إلا بلحن القول. أبو عامر يا حبيب، 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 أبو عامر يا حبيب. قد تركت عامة أهل قرطبة وقد أنسوا خبر المغيرة، وليس لهم حديث إلا الدعاء للخليفة. والآن حتى يكتمل التدبير ويتحصل الغرض لا بد من أن يخرج الخليفة في موكب عظيم حتى يراه الناس فيعظم الخليفة في أعينهم. أما الصقالبة فلا والله ما سكنوا، وقد بثثت العيون فعلمت أنهم يصانعون أناسا من ذوي النفوس الضعيفة وأهل الطمع يغوونهم بالمال ليرجفوا بين الناس بنا؟ وبالمصحفي. يقولون قد استحوذوا على الخليفة الصبي فهم السلاطين على الحقيقة، ولو كان الأمر لأحد إخوة الحكم رحمه الله لبقي الأمر في أهله. هكذا يقولون؟ وأكثر. أكثر؟ وكيف يتوصلون إلى صنائعهم؟ باب الحديد هو الباب المخصص لهم من دون الناس في الزهراء، وعليه رجال من الحرس الفحولة يدخلون ويخرجون منه بلا رقيب أو حسيب، ويدخل عليهم منه من شاءوا، ولكن لهذا وقت آخر. هل علمت الآن لماذا يجب أن يخرج الخليفة في موكب عظيم يراه الناس؟ باب الشر والتآمر والتدبير، فلو أغلقناه عليهم وألزمناهم الدخول والخروج من حيث يخرج الناس ويدخلون باب السدة لصاروا تحت أعيننا وانقطعت صلتهم بصنائعهم أو نعلم من يداخلون منهم فنقطع سعيه وشره. نعم، ولكنهم لن يسلموا لنا بهذا، فباب الحديد خاصتهم مذ كانوا، وأغلاقه عليهم كأنها الحرب عليهم، وما زال لهم شوكة بالحرس الفحولة وهم 1000. نعم، ولذلك لا نبادر إلى إغلاقه الآن حتى نضعف شوكتهم، وهذا لا يتم إلا بأمرين. أما الأول فأن تلحق بي بني برزال فيصير أمرهم إلي، فأنا الذي سوف يتولى كبر الصقالبة فأكون هدفهم الأول. وأما الثاني فأنا كفيل به، فالمال الذي داخلوا به بعض الأنفس هو نفسه الذي نداخل به شطرا من فحولتهم، وبين الترغيب والترهيب تخضع النفوس. ما هذا الذي صنعته يا عماه؟ والله ما أراد من هذا إلا أن يستحوذ منك على بني برزالة وهم شوكتك. وما أصنع، وهو الذي يبادر إلى المهمات الخطرة دون غيره، فكيف أكلفه الأمر ثم أمنعه الأسباب؟ أخشى يا عماه أن يأخذ منك الأسباب التي يرتد بها عليك وعلينا. هذا الذي تحسنه أنت، فلو أحسنت ما يحسنه أبو عامر لكفيتنا مؤونته وكفيت نفسك اتهامه. الفتى سكر، أهلا أهلا أهلا، تفضل. ما أسعدني بمقدمك علي. أهلا وسهلا، تفضل. ما الذي دعوتني فيه يا أبا عامر؟ الخير الذي تستحق، فقد قيل أنزلوا الناس منازلهم واستعملوا على أموركم القوي الأمين، فإن قوة الدولة رجالها لا مالها، فالمال يذهب بالرأي الفاسد. أما أصحاب الرأي فيربو المال بأيديهم وتصلح برأيهم الرشيد أحوال الأمة. وأنا رجل حباه الله نظراً، وما زلت أراقب وأعاين وأعجم العيدان لأعلم من الأحق بالتقديم، فوجدت أنك أصلح أهل الخدمة وأحسنهم عقلاً، وإن حجبك بعض من لا يخشون شيئاً خشيتهم من ظهور الرجل المقتدر الموهوب. وقد رأيت عملك في خدمة خلفائنا فأعجبني، وقلت نقدم من قدم الله بالعقل والقدرة ولو كره الكارهون. فاعلم يا أخي يا سكر أنك من الآن عندنا قريب مكين، وقد وطأت لك عند الخليفة المؤيد بالله والسيدة أمه، فانظر مكانك الآن من خدمة الفتيان، فهو المكان الأعلى الذي تستحق ويستحقه منك مولاك. ولكن أعني لكي أبلغك إياه، فانظر في أصحابك من الحرس الفحولة فاصطنعهم لك، ثم اجعل أمرك وأمرهم لي، فمن وافقك فأكرمه، واستعن بهذا على أمرك، وإن سألتنا غيره زدناك ولم نحسب عليك، فكما قلت الرجال قبل المال. فهل وقعت على صاحبي؟ توقيع مولانا. ألا أقرأ أولاً؟ ألم أبين الحاجة؟ ذلك هو اللفظ المنطوق. ألا ننظر في المكتوب لنرى هل يتوافقان معاً قبل أن نوقع؟ اقرأ يا مولاي، لما لا تقرأ؟ ولكنك لم تقرأ. الختم عندك في حرز مصون. نعم، في حرز مصون. ذلك كله لأجلك وأجل الخلافة. لا تدبر أمك وأبو عامر إلا ما يعزز سلطانك ويؤمن ملكك. ويحفظ أمرك ويدفع عنك غوائل الطامعين. قد أتاكم أمر الخليفة المؤيد بالله بأن يكون أمركم إلي منذ اليوم، وقد اخترناكم من بين أصحابكم على علم، فأنتم الثقات عندنا وخاصة خاصتنا منذ اليوم، وأجركم عندنا موفور على قدر الوفاء والجهد. وقد جعلنا أخاكم سكر ناظراً على أمركم، وهو من علمتموه لا ترجعون إلى غيره، فالعهد العهد لا تنزعون ولا ننزع. بارك الله فيكم. أبو عامر 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 أبو عامر. سيفك أيها الجندي، أصلح عندامك، أصلح عندامك، انتصب في وقفتك كما ينبغي لجندي من بني برزال. يا بني برزال، قد ضننا بكم على غيرنا، وآثرنا أنفسنا بكم، وآثرناكم بنا على وفرة الفرسان الأبطال من أهل العدوة، وما ذاك إلا لأن اختبرناكم، فوجدناكم أصلب الناس عودا وأثبتهم في الكريهة، وهذه بلاد خير، وقد جعل الله لكم فيها نصيبا، ولكن المغنم على قدر المغرم، وسوف ندعوكم للقتال والنزال حين يجد الجد، فإذا وقع أروا الناس بلاءكم المشهود، ولكن الانضباط الانضباط، فإني والله أرفع رجالي وأجزل لهم العطاء والمثوبة، ولكني أطلب منهم طاعة لا سؤال معها، وانضباطا لا تهون في قليله فكيف بكثيره، فهل بلغت؟ ما الأمر؟ ما يفعل هؤلاء هنا؟ سدوا باب الحديد، يقولون من كان له إذن للدخول فليدخل من باب السدة ككل الناس. ماذا تفعلون هنا؟ هذا باب الفتيان، باب واحد للجميع، باب السدة. من أمركم بهذا؟ افتحوا الباب وامضوا من هنا. أنا أمركم! لا نأتمر إلا بأمر أبي عامر، عندكم باب السدة فالتمسوه، لا يدخل أحد من هنا ولا يخرج. هنا يا أبا عامر، ما الغرض من سد باب الحديد وهو الباب الذي خصصه خلفاؤنا لفتيانهم؟ هل تخالف أمر الخليفة؟ معاذ الله أن أخالف أمر الخليفة، ولكن احرص أنت على ألا تخالفه. لم يكفه أنه استحوذ على 500 من شجعاننا بأمر الخليفة حتى أتبعه بأمر آخر، باب الحديد، والآن لا نخرج ولا ندخل ولا يدخل علينا الناس إلا بإذن وتحت عين الرقيب. ما الذي بقي لنا في هذا القصر إلا خدمة النساء؟ النساء؟ وهل بلغ هذا الثعلب ما بلغ إلا بالنساء؟ لقد ضاق علينا هذا القصر، ويوشك أهل قرطبة أن يتشفوا بنا. إني قاتله. خفض عليك، كان الأولى أن نقتله حين كان ذلك في وسعنا، أما الآن فمعه هؤلاء بنو برزال و500 فتى منا كانت سيوفهم لنا، هي الآن علينا، فأين نذهب؟ بلى، أين نذهب؟ هل تعلم جواب السؤال؟ أما أنا فأستعفي من الخدمة عند الخليفة الصبي. تستعفي؟ وهل يريد أبو عامر والمصحفي وصبح غير ذلك؟ لا أحد يعرف رسوم القصر وخدمته مثلنا، فإذا استعفى كبارنا ذكروا عندئذ حاجتهم إلينا، وأنه لا أحد يغني غناءنا، فإذا ألحوا بالبقاء صرنا في موضع من يفرض شروطه عليهم. كيف أصبح مولانا أمير المؤمنين؟ هل لأمير المؤمنين رغبة فيلبيها خادمكم المطيع؟ هل أعجبك عزف تلك الجارية يا مولاي؟ إن شئت رتبت لكم مجلس سمر تعزف فيه، فهي بارعة وجميلة، والأخريات يجدن الرقص أيضا، فقط أشر يا مولاي. نهار جميل يا مولاي، ورياض الزهراء في أبهى حلة والنسيم عليل، أفلا تخرج إلى المنظرة فتشم نسيمها العابق برائحة الزهور؟ فإذا أعجبك المنظر أتبعته بما يسر خاطرك ويبهج فؤادك، أطال الله في عمرك. انظر يا سيدي، انظر، متع بصرك، إنه ليشعل جذوة الفؤاد ويبعث الشوق إلى ما تهوى النفس، ومن لم يكن عاشقاً أدركه العشق وعرف لذاته ومتعه. وما زال الناصري منذ زمن يطعن في مشيخة المصحفي ولا يراه مستحقا لها، ويرى نفسه أحق بمرتبة الحجابة لطول بلائه وسنه بين الموالي. وقد ازدادت نقمته عليه بعد وفاة الحكم رحمه الله، إذ كان يرجو أن يدعى لتدبير دولته عوضا من المصحفي. والمصحفي من جهته يكثر الكلام في غالب، ولا يترك فرصة تفوته إلا ويطعن فيه ويتهمه بالتقصير في حفظ الثغور، وصار يقتر عليه في النفقة، فهذا يقول ما حاجته للنفقة الزائدة إن لم يستعملها في صد غارات الجلالقة، وذاك يقول كيف أصدهم وقد قلت نفقة الجيش وعدته. وبين هذا وذاك يتسع خرق الثغور، وتدفع الأندلس مغرم الخلاف بين الرجلين. وأين أنت من هذا؟ الحق تريدين؟ لا ينكر بلاء غالب الناصري إلا جاحد، وفوق ذلك فإن الموالي يجمعون عليه أكثر من اجتماعهم على المصحفي، وذلك لضعف رأيه وتقتيره وتردده، ويرونه طارئا على الموالي لم يرفعه إلا صحبته القديمة مع الحكم رحمه الله. وإذا فأنت تميل إلى غالب؟ لابد أن نطيب خاطره، إذ أخشى أن يستوحش من الخلافة نفسها، وهو وإن كبرت سنه ما يزال رجلا قويا، لا تأتمر جيوش الثغور إلا بأمره، ولكن نؤخر الأمر حتى نفرغ من أمر الصقالبة، فلا يحسن أن نغضب المصحفي الآن. أما الصقالبة فيجب أن نقل بقية الفحولة منهم المقيمين بالسلاح خارج القصر، ثم نخرج فتيان القصر منه، فهم رأس البلاء، وما داموا في القصر ظلت عيونهم تراقبنا، يعني أنا وأنت، فلا نكون في أمر إلا تلفتنا حولنا. أنا لا أتلفت الآن. وأشد من ذلك أنهم لا يدخرون جهداً في الإرجاف بنا عند الناس، يقولون شغفته وشغفها حباً، وهي نصيره عند ولدها الخليفة تطيع قلبها فيه، فإذا أخرجناهم واستأصلنا شرهم انصرف الناس عن تلك الأقاويل إلى الاحتفال بالخلاص منهم، وعلت عند الناس أقدارنا، فلا يسمعون بعد ذلك فينا كلام واش ولا عذول. أو تدري يا محمد، لطالما كابدت من انقطاع الرجاء من حبي لك، وكان عزائي في ذلك أنني مملوكة لغيرك، ولا سبيل مهما هاجت الأماني وتسلطت الأفكار. والآن لست في ذمة رجل آخر، ومع ذلك لا سبيل. ألا ترى إذن إلى أن السلطان الذي نحكم به هو السلطان الذي يحكمنا، فلا نغنم منه إلا بقدر ما نغرم. وكذلك الحياة لا تعطي إلا بقدر ما تأخذ، وينقضي الأجل، وفي النفس منها حاجات غير مقضية. وبين غالب الناصري وجعفر المصحفي تستمر غارات الجلالقة حتى يقتربوا من قرطبة دون أن يجدوا رادعا. إذا فرغنا من أمر الصقالبة، وأرجو أن لا يكون هذا بعيدا، توليت قتال الجلالقة بنفسي. أنت؟ وما بي؟ ليس لك، أعني القاضي صاحب الخزانة والمواريث، الناظر على الخاص، ثم وزير هشام. نعم، ولكن الجيش، الحرب. أنا محارب بالسياسة أولا ثم بالسيف، هكذا ينبغي، وهذا أنا، ولا يتم لنا الأمر إلا بالعسكر. وبقي أن أقوده بنفسي إلى نصر عظيم أكسب به طاعتهم ومحبة العامة وولائهم، وذاك هو الاختبار ومناط التمكين. ألم يخطر لك أنني أخشى عليك؟ بالطبع تخشين علي، وما زال المحب يخشى على حبيبه، ولا يمنعه ذلك من الإقدام إن كان أصلا له، ومن أقعده العشق عن مواقف العز فما هو أهل له، ولا كان حبه. وقد يكون الحب أكثر كلفة من الحرب، بل قد تكون الحرب بعض تكاليف الحب. منظر بديع، أليس كذلك يا مولاي؟ بلى، منظر بديع. أليس لك عمل تعمله؟ أنا لم أطلب. مولاي، أرجو أن تأذن لي بالاستعفاء من الخدمة. أذنت لك. بعد كل تلك السنين وكل تلك الخدمة. سنفتقدك هنا. ما زلت تأمل في البقاء. لن يتركوا أحدا. قد انتهى الأمر بالاستعفاء أو الطرد أو ربما أكثر. لن أسكت عن هذا بعد، أحلف بالله. يريدون استئصالنا؟ فليحاولوا، لكني لن أعطي بيدي، لا والله لا أعطي بيدي حتى أصيب قبل أن أصاب. ولا يعلمن المصحفي الرقيع وذلك الدعي الطارئ أبو عامر أن لحم فائق وأصحابه ليس لحما طريا فيؤكل قبل أن تتخلع أسنانهم. ستعود، أعدك بذلك، ستعود أحسن مما كنت عليه على الرغم من أنوفهم. أمير المؤمنين يأمرك بالمثول من فورك في الزهراء. ديوان الوزير أبي عامر، أمر الخليفة. ما غرض هذا كله؟ وما هؤلاء؟ تعرف من هؤلاء جيداً. إنهم من بياسة، حيث تقيم في ضياعك، وقد توصلوا إلينا بالشكوى. يزعمون أنك سلبتهم أراضيهم بالقوة، وفرضت عليهم مغارم لم يصدر بها سجل من الخليفة أيده الله، ولم يصل ريعها إلينا. ثم سخرت أعداداً من أبناء بياسة لإصلاح ضياعك، وجاؤونا بالبينات والشهود. بل أمر بيت بليل، ولن أتلبث هنا لأستمع إلى هذه الأراجيف والأباطيل. دونكم الكلب وخذوه إلى السجن، واخرجوا من الساعة، فتقبضوا على جميع أصحابه المقيمين بالسلاح خارج القصر. هذا يومك يا إبراهيم ويوم عامة أهل قرطبة. هل وجدت ما وعدتك به حقاً؟ أهذا خير أم طريقتك؟ والثقالب الذين تخلفوا معك كما قلت معي تبعي لا يعصون ما أمرهم به، نحفظ بهم زينة الدولة ويدبرون شؤون القصر التي لا يحسنها أحد غيرهم، وبذلك نخرج شرهم ونستبقي خيرهم. على أنه بقيت مهمة كنت أحب أن أستأثر بها لنفسي، ولكن لا بأس، أولها عندك وآخرها عندي وعند أهل قرطبة.